في كل مرحله من مراحل حياتك لازم بتخرج بمجموعه من الاصدقاء والصحاب. لو هنبدا مثلا بمرحله الابتدائي بقى، ويعني صداقه الطفوله البريئه اللي كل اللي بيجمعها عباره عن السندوتشات، بنبدل مع بعض السندوتشات، نتقابل مثلا لو طلعنا رحله مع بعض، بيبقى لينا ذكريات، بس ذكريات كلها عفويه مع الاصدقاء واحنا اطفال صغيرين، سنه عن سنه، مرحله عن مرحله، لحد ما بنوصل للكليه وبيكون في شيء من النضج. بعد مرحلة المراهقة بتوصل لمرحلة من النضج، يعني مش كبير قوي برضو، يعني في الكلية انت بتكون عندك 20 سنة تقريبا، لكن بتكون قادر تختار فعلا صاحب، بتكون قادر تختار زميل ليك في الدراسة، بعد كده بيتحول إلى صديق. مفيش شك ان احنا كلنا بالإجماع خرجنا من الكلية بمجموعة من الأصدقاء والصحاب، لسه بنتقابل على الأقل لو على فترات بعيدة، على الأقل لو بنتقابل بنتواصل عن طريق التليفون أو على السوشيال ميديا. سؤالنا بيقول هل بتتقابل مع دفعة الكلية لحد دلوقتي ولا لأ؟ احكي لنا عن صحابك في الكلية وذكرياتك معاهم. أعتقد أنت أكيد عندك ذكريات كتيرة يا جمال. عندي ذكريات كتير، يمكن آخر مرة قابلتهم كانت لسه أول امبارح. كويس. يعني انا بالنسبه لي يعني عندي صحاب من المدرسه فعلا وقريبين، يعني مش صحاب، مش اللي هو بنتجمع كل انت فتره. انت بقى كنت بتيجي باللانشر اكيد، وهم بيجوا بالفول والطعميه. هو انا مش عارفه ايه نوع الطفوله دي، الاغنيه يعني. لا يعني ما كناش، مش فاكره موضوع دي حاجه كانت ده. معروفه ان اللي كان بيدخل بالساندوتش بتاع الجبنه الرومي واللانشون ده كان ابن الناس، احنا كنا بنروح بقى بالفول والطعميه ويعني لا، وكان ساعات بيجوا بحاجات اكبر من كده شويه. لا خلاص خلينا نحب يعني كده كويس قوي. فدي كانت الطفوله، يعني في مثلا من المدرسه حوالي 2 3 احنا لسه قريبين بنتكلم على طول. الجامعه بقى حظي كان فيها كمان بقى من الصحاب الحقيقه حلوة قوي، يعني انا الناس القريبين قوي 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 لقلبي والناس القريبين قوي ليا هم صحابي اللي خرجت بيهم كمان من الجامعه، ولسه على طول مع بعض لحد النهارده وعلى طول بنكلم بعض. وبعدين عارف يا شاذلي، احيانا لما بتعدي طبعا بنعرف صداقات، بنعمل صداقات تانية وبنعرف ناس تانية، بس احيانا لما بتتعرف فعلا على ناس انت بتفتكر ان هم صحابك وبتشوف فعلا وحاشه الناس دي، بتعرف قيمه الناس اللي موجوده في حياتك اكتر واكتر. صحيح. انا المجموعه دي يعني نفسي اقول اساميهم والله، بس يعني هيبقى خايفه حد. خايفه اوقع حد يعني، بس انا بالنسبه لي انا يعني محظوظه بيهم ما شاء الله، مش عشان عارفه انت ممكن تحسدني عليهم، فلا. ما شاء الله يعني. لا هم فعلا، بس هو كويس انتوا بتتواصلوا مع بعض، دي حاجه كويسه. لا احنا مش بنتواصل، احنا على طول مع بعض، يعني مش فكره ان احنا بنختفي ونرجع، لا احنا على طول مع بعض. و عندكم اكيد ذكريات كتيره ومواقف كتير عدت عليكم سواء وقت الامتحانات او يعني اكيد يعني اكيد في مواقف لطيفه ممكن تتكلمنا منها موقف، يعني بلاش كوارث. هقول لك موقف مثلا. في مره كان عندنا امتحان وانا جالي تشيكن بوكس او جالي حصبه، وانا ما كنتش عارفه ان انا عندي حصبه. فروحت الجامعه وقابلت صديق مقرب جدا ليا اسمه محمد اشرف، يعني هو دي كانت بقى بدايه كمان ان احنا نبقى اصحاب. ساعتها عادتي يعني، لا ما عادتوش، هو كان جات له قبل. طبعا دخلت الجامعه وشي كله كريم متغطي بالدواء عشان كنتش ينفع انزل، فبنبص على الورق والحاجات السلايدز المفروض يعني يديها لي. المهم صعبت عليه فاداني السلايدز. بعد شويه رايحين الامتحان بقى احنا الاثنين، ما قدرتش اكمل الامتحان، عملت انا دروب او ان انا اجلت الامتحان يعني، وهو اشرف دخل الامتحان، ومن ساعتها بقينا صحاب شويه. بعدين عدى الوقت بقينا صحاب جدا بقى كلنا. دفعه الحصبه ايه؟ دفعه الحصبه دي. بعدين كان عندنا امتحان، والامتحان ده كان صعب جدا جدا، هي كانت ماده صعبه جدا، واقفين قدام الاوضه او الكلاس الفصل اللي هيحصل فيه الامتحان ده، هنمتحن فيه. فانا شخصيه واقعيه جدا يعني، فانا احنا الاثنين بصينا لبعض، قلت له طيب احنا الامتحان ده صعب ولا سهل؟ قال لي يا جوانا اكيد صعب، الماده صعبه يعني. فالدكتور معادي قلت له دكتور الامتحان في مستوى انهي طالب؟ قال لي الطالب اللي مذاكر من الجلده للجلده. بصينا لبعض احنا الاثنين، نزلنا كلنا، فتحت في محل اللي هو مش احنا يعني، ودخل يعني اجلنا الامتحان برضه. اللي هو مش احنا يعني، لا مش اجلنا الامتحان، خلاص رحنا كلنا يعني عادي جدا. مفيش، مستنينا اما نذاكر ودخلنا يعني. لا ولو افتكرت لك بقى مواقف كتير من الجامعه يعني، لا هو هي دي مواقف مش كوارث يعني، يعني حتى الان بتحكي مواقف مش كوارث. كفايه لحد كده صح، انا حاسه ان كفايه فعلا، ربنا كريم، انا يعني مش سامعك كويس. لا كفايه لحد كده. طب انت ايه بقى؟
بتواصل معاهم عن طريق الفيسبوك كتير الفتره الاخيره دي تحديدا كمان. عندي منهم اصدقاء قريبين من بعض بالتليفونات لان هم برضو سافروا كده، فقليل قوي لما بينزلوا اجازات مثلا بنتقابل. لكن طبعا عندي صديق منهم طبعا لان كنا عارفين بعض من الاعدادي تقريبا وما شفتوش في الثانوي ورجعت شفته في الكليه، فاول لسه داخلين مع بعض المدرج قال لي انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له هكون بعمل ايه داخل الكليه بعمل ايه. وكان بقى طبعا لابس القميص بتاع مصطفى قمر بتاع منايا ده، وكان داخل لسه بقى شاب مطرقع يعني. المهم حصل لنا مواقف كتيره جدا. برضه هفتكر موقف وقت الامتحانات، هو كان علمي وكان فاهم قوي في الاحصاء، ده بحد كلامه يعني، على حد وصفه وحد تعبيره ان هو فاهم قوي في الاحصاء وشاطر فيها، وانا كنت ضعيف في الاحصاء لان كنت ادبي. احنا الاثنين دخلنا اعلام، فانا فبيقول لي انا هذاكر لك الاحصاء، سيبها لي وانا اذاكرها لك. المهم ان هو فضل يذاكر لي في الاحصاء وشلت الاحصاء معايا لتاني سنه، ودي كانت اول مره في حياتي اعملها ان انا اشيل ماده اصلا من سنه لسنه، وان انا اشيل ماده اصلا طول حياتي متفوق اصلا في حياتي. لكن انا اعتمدت عليه في الموضوع بتاع الاحصاء ده فشلت الاحصاء. جه السنه اللي بعدها هو عدى بقى فقال لي ايه انا اذاكر لك الاحصاء. قلت له ما بلاش، قال لي اذاكر لك الاحصاء. فضل يذاكر لي في الاحصاء حوالي ساعتين قبل الامتحان، يعني كل الموضوع كانوا ساعتين قبل الامتحان. وفي الاخر طلع كان بيذاكر لي في المنهج بتاع السنه اللي فاتت اصلا اللي هو اللي كان اللي هو كان ملغي. فبس الحمد لله يعني انا كان ربنا كرمني ان انا كنت مركز شويه وعارف عارفه شويه معطيات على شويه قوانين، فربنا كرمني وعديت. عندنا تفاصيل كتيره وحكايات كتيره جدا وقت بقى ضغط الامتحانات والمذاكره خلاص اللي هي قبل الامتحان بيومين ثلاثه، واحنا مضغوطين وعايزين نقفل الكتب وبنجيب بقى نلخص الكتب ونحدد، عارفه الكلام ده. فعندنا طبعا تفاصيل كتيره وحكايات كتيره جدا اكيد هنحكيها طبعا على مدار الحلقه جون. يعني بس تعرف فكرتني بموقف تاني برده كان نفس الشخص، وواحده صاحبتنا ثالثه بقى اسمها دير. فاحنا خارجين من الجامعه فقالوا لي مش عارفه كانت العربيه فيها حاجه، عربيتهم فيها حاجه يعني، فجمانه هتمشي؟ تقول لا يا جماعه انا همشي انا مش قادره، استني معانا شويه. لا 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 انا همشي انا خلاص مش قاعده. طلعت بره في المكان انتظار يعني اللي بنركن فيها العربيات في الجامعه، فطلعت بره بحاول اركب بقى يعني عشان امشي العربيه، نسيت المفتاح جوه فالعربيه قفلت. فهم عربيتهم جت، كانت العربيه مش موجوده، عربيتهم هم جت وفضلت انا اللي مأخراهم وكسروا ازاز العربيه عشان نعرف ما شاء الله العربيه. وفي الاخر دينا. طبعا هم اللي استنوا معايا. فعارف برضو الواحد لما يبقى كويس مع اصحابه ويستجدع ويستنى صحيح، دي من ضمن الحاجات برضو الكويسه. فاضطريت استنى معاهم. بس بجد مواقف كتير قوي يعني لما بترجع بالذكريات لورا هتلاقي طبعا مواقف وحكايات كتير وسفريات كمان. ايه وسفريات وخروجات ورحلات، هتلاقي في تفاصيل كتيره جدا على كل ده. سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، هل بتتقابل مع دفعتك في الكليه لحد دلوقتي ولا لا؟ احكوا لنا طبعا في انتظار تعليقاتكم والمواقف اللي مريتوا بيها. صباح الخير على حضراتكم، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.